تقولي ايه للشعب السكندري اللي نزل واللي ما نزلش؟ اقول له اللي ما نزلش اقول له انزل عشان خاطر بلدك، واللي نزل بشكره اقول له عيد تاني، ده بلدك دي مصر ام الدنيا. بيقولوا الانتخابات وصل الانتخابات هي بالمصير مصر، بتحدد مصير مصر فعلا. الرئيس بيحددها من بره ومن جوه، واحنا لازم نعاونه، لازم كلنا نعاونه. ايه دي وحدها ما تسكتش؟ انزل يا شعب مصر، حرام عليك يا شعب مصر، سيب بلدك تضيع منك، اتقي الله في بلدك، اتقي الله في نفسك وفي ولادك، انت بتعمل لولادك والاجيال الجايه. انزل انزل انزل.